مرحبا بكم مرة أخرى. تابعوا معنا الجزء الثاني من برنامجنا تونسنا اليوم. باش نحكيو توا مع ضيفتنا روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين. مساء الخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا، تحية متجددة لكل من سفيان بن حميدة جمال العرفي. والموضوع متاعنا وأنه تقريبا يهم ما جاء في الندوة الصحفية من اتهامات نحو الشخص القاضي الإداري أحمد سويب من طرف جمعية قضاة التونسيين، وأنه يقف وراء إقالة روضة المشيشي الرئيسة السابقة للمحكمة الإدارية. سيد أحمد سويب كان هنا ضيفنا بتاريخ 26 مارس 2014، وجاوب على هذه الاتهامات مرة أخرى. تطلب منا مدام روضة القرافي باش هي بدورها تجاوب على هذه التصريحات، ولكن كذلك باش نحاولوا ناخذ رايها في جمله من المسائل القضائيه الاخرى. اذا نرجعوا مع بعضنا ونذكروا بما جاء من تصريحات على لسان احمد سويب. ضعف اداء وعدم بعد الرؤيه عند الجمعيه هي التي ولدت النقابه، بصرف النظر على شو نحكم علينا على النقابه. ودي نعطيك انا زوز تحركات صارت برك بعد الثوره، 12 فيفري 2011 و 13 مارس 2011 الزوز كرد فعل على بدايه تحركات نتاع القضاة القاعدين يطلبوا مؤتمر منهم من عبد الله. عملوا زوز تحركات فقط وقبر واجل المؤتمر نتاع جمعيه القضاة باش نتاقلموا مع الثوره، وبقدرتي قادر المجلس التأسيسي، المؤتمر الوطني، ما هو الانتخابات 23 أكتوبر، المؤتمر متاع الجمعية صار في 30 أكتوبر 2011. دونك يحبوا يحتكروا التمثيلية، الناس متمسكين بالكرسي، وأخيرا وما عادش باش نرد على الجمعية يا من عاش توا تصير حديث آخر. هذايا اليوم وتفاهمت مع السيد زهير بن تنفوس رئيس الاتحاد اللي أعطاني تعليمات وأحترم الهياكل، ما عادش باش نتكلم على الجمعية إلى يصير حديث آخر. المسألة الأخيرة اللي تبقى قانون الشغل تو باش تفاوض على مسائل المادية مثلا، الجمعية ما تنجمش تفاوض حتى هامش تحرك مش كيما هامش النقابة. فما ناس اللي غالب عندهم رصيد نضالي لا شك فيه، والرصيد النضالي كيما الكونت بنكير باب يتكبروا يقعد هو يضمحل. فما ناس بداوا تضمحل نتاعهم، وأنا قلت لكم نتحداهم، أنا قلت يخرجوا من تمثيليه هيك تشوف جوز. فما أزمة كبيرة في العائلة القضائية الساعة، هاني قلت لك فما ناس اللي غالب عندهم أمراض نفسية تحبوا يحتكروا هما النضال، النجومية، الاسم، هاو الجمعية خي ترى برشا يتكلموا، أنت واحد ولا اثنين يتكلم، احنا اتحاد القضاة الإداريين شوية كبوبيلاسيون تاع الجوج أدمينستراتيف وبرشا نتكلم، 6 7 8 نتكلموا. دونك فما ناس اللي غالب دونك يحبوا يعملوا المونوبول دو ميليتانتيزم دو لا ريبريزونتاتيفيتي، سا سي با باسي با ريفوليسيون. هذا بخصوص القضاة، خاطر كي تلقى النقابة والجمعية تقريبا راهو في المضامين قراب لبعضهم، راهو فما اختلاف في معايير تقنية القضاء. دونك مسائل شخصية ونفسية، وفما ناس كان يعدي يروح يمشيوا لبسيكياتر خير لهم. إذا لخص مدام روضة أهم ما جاء في كلام سيد أحمد سويب هو الجمعية، جمعية القضاة التونسيين تحب تستفرد بالتاريخ النضالي في سلك القضاء، وسبب المشكل هي قاعدة كيفاش نقوله أنه ماخذ الموقف هذا ضد قضاة الإداريين، لأنه أبرز القضاة الإداريين كانوا في الجمعية وبعد خرجوا، معناها تصفية حسابات. كيفاش ترد على هذه الاتهامات مدام؟ خليني نوضح، هو جمعية القضاة موقفها كان يتعلق بمسألة مبدئية اللي جات على خلفية الإقالات والتعيينات اللي قام بها سيد رئيس الحكومة واللي أعلن عليها في 17 مارس 2014، يعني من قبل ما ندخل في مسألة النضالية والتمثيلية والجمعية. احنا نعرف اليوم اللي عندنا دستور، الدستور هذية معناتها كرس توجهات لسلطة قضائية مستقلة، واحنا نعرفوا البلاد الكل معناتها كيفاش وقفت. صحيح المسألة قادتها جمعية قضاة التونسيين، التحرك الأخير اللي وقع بمناسبة مناقشة باب السلطة القضائية في المتعلق بالتعيين القضاة في الوظائف القضائية العليا، والبلاد الكل والمجتمع المدني كل فهم اللي من أكبر ضمانات استقلالية القضاء هي أنها تسميات في الوظائف العليا هذه تتحيد على التدخل السياسي، والدستور ترجم يعني هالتوجه هذه والضمانة هذه.
وأكد على أن القضاء سلطة يعني مستقلة، والمفروض كان احتراما لهالتوجه الدستوري هذية ما تقاش يعني الإقالات والتعيينات اللي تمت كما قلت في تجاهل تام لاستقلالية المؤسسة القضائية المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وكأنه نعود نقول أنه الحكومة تبدلت القضاء تابع الحكومة، تابع ستاف الحكومة، كما نعملوا إقالات وتعيينات يعني في مؤسسات أخرى، نعملوا إقالات وتعيينات في القضاء. هذا يدل على أن ما نش فهمين ما معنى القضاء مؤسسة مستقلة، معناتها الحكومة ما تنجمش تتصرف فيها كما تتصرف في مؤسسات أخرى ضد الإقالة، مثل هذه ضد الإقالة الإقالات والتعيينات يعني الفجئية ضد الإقالة، وإلا تلوموا على أنه الحكومة حكومة مهدي جمعة ما تشاورتش معاكم في الإقالة والأسماء هو جديدة. احنا نعرفوا اللي المسألة المتعلقة بعدم نقلة القاضي بغير رضاه فهمتني، والمسائل اللي تم إرجائها إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء الدائم، ولكن احنا قلنا ثم توجه دستوري اليوم، ثم ضمانات وثم مسار نتاع تشاور نتاع وفاق، كان يقتضي انه تسم المسألة بمشاورة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وهي مؤسسة موجودة، اللي سيحمد سواب تغشش كيفاش ما تمت استشارتها وقت اللي أقيل الرئيس الأول السابق في سبتمبر 2011. سيحمد سواب وجماعته قيم الدنيا وما قعدهاش على تلك الإقالة، ومن جملة ما قال يستشار المجلس الأعلى. اليوم الحكومة تصرفت نفس الطريقة، وكأنه ما ثماش مجلس أعلى لدائرة المحاسبات، وكأنه ما ثماش مجلس أعلى للمحكمة الإدارية، وكأنه ما ثماش هيكل اسمه جمعية القضاة التونسيين إذا كان باش يدخلوا في استشارة. وإحنا قلنا استشار، ما قلناش قابل سي حمد السواب، قلنا سيد رئيس الحكومة قبل اتحاد الإداريين ولا هو ذلك، ولكن وقت اللي يقبل كل الهياكل، لأن القضاة ما ينتميوش فقط للقضاة الإداريين للاتحاد الإداريين سمع، وإنما أغلب القضاة الإداريين ينتميوا جمعية قضاة الإداريين. وسيد رئيس الحكومة وقت اللي يقيل قاضي في هالخطة وهالوظيفة هذية يعني يعطيه الحق حتى باش يسمع أنوتخ سون دو كلوش حول أدائه وحول معناتها مهمته كيفاش قام بها. مش معقول معناتها أنه تستشار جهة واحدة، هذاك علاش. ثم خلفية، تعرفوا توما سيدة روضة مشيشي في مدة يعني ترأسها المحكمة الإدارية صدرت يعني العديد من القرارات الجريئة اللي تسمت بالاستقلالية، اللي تعلقت ب كيفاش نقول تعلقت بال ليزي يعني بالهيئة المستقلة للانتخابات، تعلقت بالتعيينات في النيابات الخصوصية، تعلقت بإقالة أعضاء من هيئة القضاء العدلي، تعلقت بمنح أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. القرارات هذه أنا أقول جريئة، خاطر ما شفناش مثلها في إيقاف التنفيذ سنة 2011، ما شفناهمش القرارات هذوما، شفناهم كان وقت اللي تولت سيدة روضة المشيشي. هذاك علاش عبرنا على خشية من أن تكون هالإقالة هذه كرد فعل على أحكام المحكمة الإدارية، وعلى خاصة القرارات اللي صدرت للمحكمة الإدارية في مادة إيقاف التنفيذ. وهاتا نشوفوا بعض التداعيات وفيما يتعلق بالهيئة الوقتية اللي باش تشرف على دستورية القوانين. بالفعل ياسين، عملية التغيير اللي صارت معناتها مثيرة معناتها للشكوك، لأنها تجي عشية معناتها تكوين الهيئة اللي باش تشرف على كما قالت لك دستورية القوانين اللي باش مثلا المجلة الانتخابية، القرارات اللي باش تاخذها الحكومه في الفتره القادمه. معناتها عمليه استباقيه تسبق معناتها الربع، احنا داخلين في الربع الساعه الاخير الانتخابات، والهيئه هذه باش تكون عندها معناتها سلطه قويه برشا، وبالاساس المحكمه الاداريه. سيده روضه مشيشي، نحب نقول لك وهذايا على عاتقي، نعرف هذا الماكينه خدمت لها من نهار تعيينها، وعمليه التنحيه نتاعها كانت قرار سياسي وحسبه قديمه معناتها، فهمتني؟ فما وزير في الحكومه الحاليه مساهم في العمليه هذه، مساهم في عمليه التنحيه نتاعها انتقاما منها القرارات اللي كانت تذكر فيها السيدة روضة قرافي. معناتها ماهيش قرارات لأنها أثبتت الاستقلالية نتاعها، أثبتت المهنية نتاعها، أثبتت الجرأة نتاعها على اتخاذ القرار بما يسمح معناتها بالتداول الديمقراطي على السلطة في تونس. سي جمال، لو كان تسمح لي، احنا خذينا الموقف هذايا زادة لأنه بعد يعني قرار الحكومة، خاطر احنا مانيش مثلا نحبوا ننزلوا بها كما يقول سي أحمد السواب صراع على التمثيلية، على تو نرجع للصراع على التمثيلية وللنضالية فهمتي. سي أحمد السواب في
مقال تنشر في إحدى يعني الجرائد اليومية المغرب اللي في 19 مارس كل التصورات يعني، وهو عضو في الاتحاد يقول القرار صائب طبخ على نار هادئة. إيش يقول؟ يقول يذكر لقاءات مع وزراء في حكومة الترويكا، ثم أريد أن أشير أن قرار إزاحة الرئيس الأولى يقول يطبخ على نار هادئة منذ مدة، وقد قابلنا نورجين البحيري والمنصف بن سالم وحمادي جبالي وعلي العريث ولطفي زيدون ومحمد عبو، ونحن نناضل منذ 2011. يعني يستنتج أن إقالة الرئيسة السابقة والتسمية الجديدة هي نتاج ثمرة نضالاتنا. معناتها هذا كيفاش هيكل يدافع على استقلال القضاء يتحدث بمثل هذا الخطاب التآمري الخطير. احنا الهياكل اللي يمثلوا القضاة وقت اللي نقابلوا سي سفيان، احنا الهياكل القضاة وقت اللي نقابلوا المسؤولين والوزراء، نقابلوا المسؤولين اللي يشرفوا على القطاع اللي احنا فيه، نقابلوا وزير العدل لانه معناتها تحت اشرافه المحاكم العدليه، ونقابلوا سيد رئيس الحكومه لانه هو اللي يشرف على المجلس الاعلى للقضاء الاداري وتاع دائره المحاسبات. ما نقابلوش وزراء اخرين في الحكومه ما عندناش صله بهم وما عندهمش صله بتعيين القضاة شخصيات، ما عندناش حتى صله بالدوله. هذا كلام يسيء حتى لرئيس الحكومه، بمعنى انه قرار اقاله السيده يطرح التباسات روضه المشيشي اتخذ حتى هذا تساؤل نجم يطرح بناء على الكلام هذا. هذا كلام قالوا سي حمد سواب حول إقالة السيدة روضة المشيشي، وإحنا جمعية القضاة نمثلوا القضاة الإداريين وندافعوا. هذا أخطر ما نجم أنه يحصل، أنه القاضي اليوم هو في محكمته يخدم، وثم هيكل يدعي دفاع استقلال القضاء ينجم يتآمر مع السياسيين على تنحيته. هذا يعني أخطر من نجم يحصل وأخطر من نجم يحدث، والشيء اللي ما نجموش نسكتوا عليه واتخذنا منه مواقف ومش مش نسكتوا عليه تماما. معناها تلوموا أنه القضاة اتحاد القضاة الإداريين يعملوا في اللوبينج، الشيء اللي ماكم اللي جمعيه القضاة ما تعملوش. هذا تآمر، مش لوبيين. وانا بالمناسبه في التمثيليه انا اللي نحب نساله هو انه السيده روضه المشيشي ما سمعتش حد يمس من استقلاليتها ساعه في كل التصريحات، سواء المساندين القرار تنحيتها ولا الرافضين. ثانيا هو انه المحكمه الاداريه عندها تقاليد في الاستقلالية قبل روضة المشيشي ومع روضة المشيشي، ماهوش هذا محل نقاش. لكن السؤال هو علاش، وهذا اللي مش مفهوم في الحقيقة، هو علاش تنحيت السيدة روضة المشيشي تم رفضه من قبل جمعية القضاة، في حين أنه اتحاد القضاة الإداريين والقضاة في المحكمة الإدارية ما سمعناش أصوات تندد بهذه التنحية. لا شفنا لا عريضة، لا شفنا لا اجتماع، معناها والقضاة خرجوا الإعلان ندوا بهالإقالة هذه. يعني أنه إذا اعتمدنا على قاعدة القرب، الناس اللي مبشرينها القضاة اللي مبشرينها ممكن ما همش برشا، هما من معناها 140 قضاة المحكمة الإدارية هو 130 قاضي. فال 130 قاضي ما سمعناش تحرك معناها مساند للسيدة روضة المشيشي، في حين أنه الجمعية اللي هي أبعد بمقياس قاعدة القرب هذه هي اللي قامت بالحملة لرفض القرار. خليني نفصل لك حاجة سي سفيان. بالنسبة للتمثيلية هذه قائمة القضاة المنخرطين القضاة الإداريين بأعداد، ونجم نعطيها لك بعد 80 قاضي منخرطين في جمعية القضاة التونسيين، والندوة الصحفية اللي عملتها جمعية القضاة التونسيين اللي تحدث على الإقالة وبين هو رئيس المجلس القطاعي بالمحكمة الإدارية.
أنا سفيان نعرف اللي كلامك يشير إلى ما حصل في 2011 معناتها وقت اللي تمت إقالة الرئيس الأول السابق. نحب نأكد لهنا اللي كل ما تم هي مسرحية اللي هو طول في العقل مسألة التصدي ومسألة أنها المحكمة وقفت هي مسرحية إعلامية بدون مبالغة قادها سيد أحمد السواب مع أقلية من قضاة المحكمة الإدارية اللي هما موجودين في اتحاد الإداريين اللي ما كانوش معناتها واقفين ضد تسمية الرئيسة الأولى السيدة روضة المشيشي على خاطر وقتها شنو اللي تقال؟ قال أنهم الساعة أولا الإقالة تمت في الصيف وإحنا في عطلة وقت اللي تقال المحكمة وقفت على خاطر زاد فما برشا حقائق في الإعلام ما يوقعش البحث فيها المحكمة بطبيعتها وقتها في عطلة ثم بعد المحكمة الإدارية ما سكرتش راهي في 2011 ونفكركم أنا مليح أول إبروف جات هي نزال انتخابي في النزال الانتخابي هل أنه المحكمة وقتها خاطر يتقال أنه ثم انقسام والمحكمة تعطلت وقضاة المحكمة الإدارية واقفين ضد معناتها تسمية السيدة روضة المشيشي هذايا ماهوش صحيح والمحكمة خدمت بطريقة عادية وخدمت بطريقة ممتازة في النزال الانتخابي اللي خرج أثنى عليها السيد أحمد سواب وقت اللي في ظرف جمعة المحكمة تصل الليل بالنهار إذا كانوا قضاة المحكمة الإدارية مقاطعين السيدة روضة المشيشي ورافضين تسميتها كان وقتها يوقع بلوكاج كنقولوا احنا كيما نسمعوا توا الإضرابات المفتوحة ولا الإضراب اللي يوقع في القبضات اللي البلاد الكل شهدت عليه أما حتى حد ما بحث الكلام وقتها كان يتقال صحيح أن المحكمة وقفت ولا لا المحكمة ما وقفتش وتسمية السيدة روضة المشيشي ما ترفضتش بل أنه 60 قاضي أمضوا في عريضة وقتها باش يأكدوا على أنهم اللجنة اللي تمثلت اللي تكونت على أساس أنها لجنة أزمة في المحكمة الإدارية ما تمثلهمش وكل ما قيل على تسمية السيدة روضة المشيشي رفضوه القضاة الإداريين اللي بالمناسبة القضاة هذم سي أحمد السواب وقت اللي تنقلها لفرنسا قدام النقابات الفرنساوية يقول عليهم هذوما قضاة تابعين النهضة واليوم في نفس المقال اللي نشره في المغرب قال عليهم قضاة تجمعيين معناتها بنفس الطريقة. حاجة أخرى نضيفها هي الحملة التشويهية اللي قادها سي أحمد السواب باش يبرر فهمتني مسألة إقالة السيدة روضة المشيشي شي يقول يقول المرأة هذه إدارتها طيحت المحكمة الإدارية على لي نورم اللي ستاندار شنو اللي يقول بالنسبة من غير ما يذكر أنه النزاع في المحكمة الإدارية من 2010 ل 2013 من 4000 يعني قضية واستشارة تعداو ل 8000 وبالنسبة لنشاط رئيس الأول المحكمة الإدارية في الإيقاف التنفيذ إلى تريبلي من 400 مطلب إيقاف تنفيذ إلى 1200 قضية إيقاف تنفيذ وقت اللي عدد القضاة الإداريين فهمتني من 95 وصل كان 130 يعني في عوض هيكل اللي دافع على استقلال القضاء يحكي على حقيقة الأمور اللي بعد الثورة الناس الكل في حاجة فهمت سنتي مودو جوستيس الناس الكل تحب تخاصم وتنازع ويحكي على الواقع هذايا ويستغل تقديم المعلومة معناتها ناقصة باش ينسبوا سوء إدارة فهمت في تثبيت التصريح شخصي لا سامحني خليني كمل ثم يقول اللي مجلس التنازع الاختصاص يقول السيدة روضة المشيشي ما خدمتوش لأنها تعينت من 2012 وهو قعد مجمد تسميت السيدة روضة المشيشي ها هو الأمر 2013 صحيح يعني ريتروأكتيف ولكن هي بصفة قانونية ما تنجمش تجمعوا وتجلس فيه قبل ما يصدر الأمر أمر تعيينها على رأسه كيف كيف صدر في سبتمبر 2013 باش نشوفوا حجم المغالطة اللي حصل فهمتني فيما يتعلق بهذه المسألة كما قلت لك لأنها باهي مدام روضة صدقني اللي ديتاي يدوم والله يا مدام اللي يتفرج فينا ما يفهمها ولا يهتم بها ولكن هاوش نقول باش نخدموا الدوسي هذا سمحني جمال باهي شو يقول نرجع لكلامه يقول لك جمعية القضاة التونسيين وأنه تحب هي الله يخليك جمال سفيان مساج قل لي شو اللي ما عجبكش في كلامي جمال مساج قل لي جمال حتى شيء قل لي مساج جمال مساج نتبادل الآراء شو اللي ما عجبكش في كلامي عجبني برشا كلامك حلو برشا اي لا مساج قول لا لا حتى شيء قول جمال لأن خلينا نتبادل الآراء علي تحقق معايا توا لا الخطر فما دي ديتاي هذوما المشكل إذا, إذا إذا نختصروا هذه معناتها هو يقول لك الجمعية فما تحب تحت المرأة من أكبر الكفاءات ما غير ما نحبش تحدث على كفاءة نسائية تعرف الوظائف القضائية العليا معناش فيهم نساء احنا ما التوى المرأة في تونس رغم حقوق مرأة واكتسباتها الوظائف القضائية العليا على رأس المحاكم هذه ولا معناتها في القضاء العدلي سبعة احنا ما فيهم حتى امرأة إلى الآن رغم كفاءتها وجدارتها واستقلاليتها ونجاحها في الإدارة تحاك ضدها كل هذا وتقال في حملة تشويهية
يعني شيء لا. ثم نقولوا جمعية القضاة تحب تحتكر التمثيل، خليني نحكي على النضال اللب المشكل، لأنه سي حمد صويب وقت اللي جاء قال هو مناضل أكثر من المكتب الشرعي اللي انقلبوا عليه سنة 2005، جاء معناتها بكل تبجح يقول أنه هو أكثر نضالية وأنه أعضاء الاتحاد الإداريين هما من الناس المناضلين وشد على الانقلاب. ولكن سي أحمد سويب احنا ما سمعناش في سنوات الجمر وقت اللي جمعية القضاة التونسيين وقفت معها كل المنظمات الوطنية وأدانت الانقلاب، وقفوا معنا كبار الحومة الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة الدفاع لحقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات ونقابة الصحفيين اللي منقلب عليها وحرية الإنصاف سي محمد النوري ومجلس الحريات مدام بن صدرين ومدام راضية النصراوي في جمعية معتمق، كلهم هذم شهدوا على محصول. ما سمعناش سي حمد سويب احنا رفع صوته وقتها وقالوا قاع انقلاب ولا خذا موقف ولا ساند الاكثر من هذا. هذا كي حكى على الحقائق قال بالضبط، قال جمعية قضاة التونسيين تحب تحتكر النضالية عام 2005. مدام روضة لازمني نسلك عيش الله يخليك، ما لحظة بارك يترقى سيد احمد السويب وقت اللي احنا في سنوات الترقى وترقى قبل القاضي اللي كان مبوب للترقية واللي المجلس وقتها رشحوا للترقية رقاته حكومة بن علي في عام الانقلاب، وقت اللي احنا تجمد ترقياتنا وتشردنا وتقصت شهرينا وتمنعنا من السفر وحصلنا البوليس السياسي 6 سنين. وينو سي حمد السويب فهمتني؟ وينو اتحاد القضاة الإداريين في ذلك الزمن وقت اللي يقول جمعية قضاة تحتكر التمثيلية ويتحدث على كلثوم كنو لأضيف لأضيف وقال لك ولات فما تصفية حسابات لأنه أبرز القضاة الإداريين خرجوا من الجمعية، ولات فما تصفية حسابات. أنا قلت لك نحب نسأل حاجة على التمثيلية. جمعية القضاة أنتم ما تعرفوا اللي الرأي العامي يغطينها رشتها الكل، معناتها بدون مبالغة هي الهيكل القضائي الوحيد اللي يعمل اجتماعات عامة ومجالس وطنية تحضرها الناس الكل ومؤتمرات تغطيها الناس الكل والصحفيين يقعدوا يفرزوا معنا حتى الماضي ساعة. أحكيوا لي وينو مؤتمر اتحاد القضاة الإداري، من حضره وشكون حضر الفرز فيه وشنو اللي صار فيه؟ أنا وقت اللي نتحدث على التمثيلية نقول لك أنا عندي 80 قاضي بالأعداد نتاع انخراطات. ثم وقت اللي نتكلموا احنا نقولوا معناتها الناس وقت اللي يخرجوا من التمثيلية ما عادش يمثلوا حتى شيء، نحكيوا على ليبيسور فهمتني هذاك لا بريتونسيون، نحكيوا على القماش. الله يخليك مدام، احنا نقولوا مدام كلثوم كنو ولا سيد أحمد رحموني أنتم تعرفوا نشاطه في المرصد شنو هو، ومدام كلثوم كنو تحترم الهياكل كيما الكبار الكل في البلاد هذه وقت اللي غادروا الهياكل، كيما سي طريفي وقت اللي غادر الرابطه وكيما سي البغوري وقت اللي غادر النقابه ما يتكلمش هو في بلاصه الهياكل. الوغ سي حمد صويب يبدا الاتحاد ساكت اللي هو الهيكل المفروض ينطق وهو قالها. اش قال؟ قال نتكلم وحدي وبعد ندور على روحي. قال هوني سفيان راهو جوستومون هذاك اش معناها سي حمد سويب اللي مارس في وصايا فهمتني على هالهيكل هذايا اللي هو هيكل وجمعيه القضاة اليوم كي يقولوا معناتها ما تعترفش بالاخرين. احنا خاف على مصداقيتنا، احنا ما نجموش نتعاملوا بسهوله مع الطرف. اثبتت الاحداث اليوم انه يتآمر مع سيدة فاضلة قاضية مستقلة وكفاءة تونسية من النساء فهمتني مع السياسيين، وهذا ضرب لاستقلال القضاء في العمر. جمعية قضاة التونسيين تخاف على مصداقيتها لأن رصيدها هو في مصداقيتها. لا أنا الموضوع هذا هو موضوع يهم القضاة معناها ويصفيهم بين بعضهم. أنا مدبيا نحب نحكي على الهيئة الوقتية المراقبة دستورية القوانين. الهيئة هذه فما جدل اليوم، معناها فما شكون اللي يحب أنها تكون مجرد هيئة استشارية. والله يا سفيان احنا موضوع الهيئة الوقتية اللي باش تشرف على دستورية مراقبة دستورية القوانين كنا معناتها من أول ما تكملت لجنة التوافقات خدمتها في آخر ديسمبر وقتها إذا كنت تفكر، وجمعية القضاة أطلقت سفارة الخطر وقت اللي طلعت على حصيلة التوافقات فيما يتعلق بغياب ضمانات استقلالية بالنسبة للنيابة العمومية وغيرها. قلنا وقتها الهيئة هذه راهي كيف الساعة قبل كل شيء نددنا باستبعاد رقابة المحكمة الإدارية على دستورية القوانين لأنه هي عقوبة، وهذه توا اليوم توضح، اليوم توضح أنه شخص قاضي كما سيدة روضة المشيشي تزعج
عندما توجد في مثل هذه الهيئة، لأنها حتى حد منجم يراهن عليها من السياسيين باش تكون معناتها طيعة في اتجاه معين. هذايا ماهوش قدح، راهو نحب نأكد إلا الناس اللي حطوها لأنه تعيينها لا كان سياسي. لا سامحني، الناس اللي حطوها همش نقول لك انا حاجه، الناس اللي حطوها لا انت تقصد سي باجي قايد السبسي رفع قدامها قضيه، رفع قدامها قضيه بصفته رئيس حركه نداء تونس، فهمتني، لايقاف لالغاء القرار المتعلق بقانون تحسين الثوره، ورفضته السيده روضه المشيشي، رفضت في ايقاف التنفيذ ورفضت رفضت في ايقاف التنفيذ، لانه لو كان لا سامحني سفيان، لانه لو كان حقيقه كانت مواليه لشق سياسي معين راهي خدمه بسهوله تامه، راهي معناتها خدمه من ولاها، وهذا زاد يزيد يبرهن ويثبت، وربما ثبت للي حب يقيلها أنها حقيقة مستقلة، لأنه اللي سماها ما ولتوش في أول فرصة جات حكمت ضده وتبقى القانون مدام راو فيده. تركيبة التركيبة الهيئة ذي كيفاش في قانون تعرفوش أنتم الجدل اللي ثاروا، وتعرف اللي هو قانون فيه حساسية سياسية كبيرة، قانون تحسين الثورة، يعني نجم يهز مسار ديمقراطي في اتجاه هذا كما نجم يهزه في اتجاه هذا، نجم يكون الفايد هذا ويغلب على الشق الآخر ولا العكس. سؤال أنا راه مهم مدام روضة، وأنه تركيبة الهيئة ذي كيفاش يلزمها تكون باش ما تصيرش والله احنا قلت لك احنا في ديسمبر احنا في التركيبة وقتها بدينا ما خفنا ما خوفنا قلنا راهو مش معقول هذه معناتها هيئة فيها ثلاثة أعضاء تعينهم السلطة السياسية اللي هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وثلاثة قضاة الأخرين بتبيعتهم إسكاليتي، يعني هما بتبيعتهم كذلك في الوضع الحالي مازالوا يتعينوا معناتها من السلطة التنفيذية، وخاصة احنا قلنا علاش تستبعد المحكمة الإدارية من الرقابة على دستورية القوانين، لأنه في وقت إشراف روضة المشيشي على المحكمة الإدارية ثم القرار الشهير اللي يصدر بأنه في غياب المحكمة الدستورية المحكمة الإدارية تنجم تراقب دستورية القوانين. هكذا ثم جدل كبير اليوم حاصل على هذه الهيئة، على هذه اللي انت نحكي عليه موقفك منه ونستنى في الإجابة، موقفي منه أنها هذه الهيئة بصيغتها الحالية ناقصة ضمانات استقلالية. احنا قلنا هذا من ديسمبر في لجنة التوافقات، هذه الهيئة ناقصة ضمانات استقلالية. انا باش نخرج بيك عن الموضوع كومبليتمون، مازال عندنا نقطتين اخرين. قلت بيك جاينا امير قطر والسيد رئيس الجمهورية اعتقد انه ما في بالوش، عندنا زميلنا محمود بوناب السيد رئيس الجمهورية كان يسمع بالحكاية دي معناتها يقيم الدنيا ولا يقعدها، معناتها عندنا زميلنا محمود بوناب مواطن تونسي رهينة في دولة قطر، محتجز في دولة قطر صار له سنوات. نتمنى غدويكا يطرح الموضوع هذا قدام السيد أمير قطر إيجاي تونس غدو. مشي سي منصف المرزوقي القطر وما عملش شيء، ما في بالوش نقولوا ما في بالوش، أنا قلنا له توا اليوم ما في بالوش. أمير قطر جاي لتونس نتمناو أنه يكون طلب منه أنه يجيب معه في نفس طيارة سي بوناب. بالتبريد جات مخر بعد دقائق اللي مازالت لنا مدام روضة، نحب زادة ناخذ فيها رايك. نبداو بمسألة احكام الصادرة في حق زوز امنيين وفيما يعرف بقضية الفتاة المغتصبة، شنو رايك؟ والله انا التعليق على الاحكام راهو نجم يمثل معناتها مساس باستقلالية الهيئة اللي صدرت الحكم. تقريبا هي سابقة في تونس، سابقة في تونس، لأنه راهو قضايا الاغتصاب كلها كانت تابورة، هي قضايا تابو، وكانت مسألة الإثبات فيها ما كانت سهلة، راه أنك مش تخوض معناتها ساعة، يلزم الكثير من الشجاعة بالنسبة للمرأة المغتصبة في مجتمع معين أنها تمشي تقرب أنه تم اغتصابها حتى تعرف ثم شو اللي باش ترتب عليه وتحول إلى قضية رأي العام. ثم في مسألة الإثبات ثم كذلك يعني إشكالات كبيرة، صعوبات كبيرة، ثم اللي نعتقده راهو القضاء اليوم قاعد يخطو في خطواته، فهمتني، نحو أنه معناتها يكون مستقل ويصدر يعني أحكام مستقلة، مش أحكام معناتها ترضي، فهمتني، رأي عام إعلامي.
الحكم هذا انا ما طلعتش على حيثيته، فهمتني كيفاش؟ نتمنى، لكن أكيد نتمنى كون نوقف الضغط، لان القضيه ماشيه للسناف توا، نوقف الضغط على القضاة، لانه بشرهم معناتها، فهمني؟ فمنس طلب الاعدام في القنوات التلفزيونيه وفي الاذاعات، والله مش معقول معناتها. كي نرجع للاحكام السابقه القديمه كلها في القضايا من هذا، راهو قليل جدا تصدر احكام بالاعدام. انا اعتقد معناتها 7 سنوات إذا كان تثبت في الاستئناف حكم قاسي، لأنهم عائلاتهم ومهنتهم وكله معناتها باش يمشي في الواحد، مع احترامنا معناتها للسيدة المغتصبة، معناتها أعتقد أنه ما لازمناش ندخلوا كإعلاميين ولا كمواطنين في الحيثيات نتاع القضاء وحده جميل. معناها قلت أنه ما الحيثيات نتاع الحكم ما شفتوش، لكن اكيد راك طلعت. هو انا نتحفظ سفيان، على خاطر راهو مادام الحكم قابل للطعن، فهمتني؟ ما نجمش انا توا نجي نقيم ونقول في طريق ولا مش في طريق، لان هذاك باش ياثر حتى على الهيئه الحكميه اللي باش تنظر. هذه اكيد انك طلعت على قرار ختم البعث في قضيه اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وكنا نستمع الى السيد سفيان سليتي. معناها قرار ختم البحث اللي بكل صراحة إلى يتيم ديسيبسيون بالنسبة للمتابعين لهذه القضية. السي سفيان سليتي كان يحكي على السلطة التقديرية لحكم تحقيق التراشي، اللي فما مبالغة في استعمال هذه السلطة التقديرية. وقت اللي نلقاو أنه شخص مصور بالفيديو بالصوت والصورة يقول يحكي على اغتيال شكري بالعيد ولا نجده متهما في هذه القضية. سفيان خليني أقول لك حاجة في مسألة معناتها الضغط على القضاء، راهو ما هوش ضغط، نحكي على السلطة التقديرية المبالغ فيها. خليني أقول لك أنا حاجة، أنا ما طلعتش على قرار ختم البحث، أما أنا نقوله لك، قرار ختم البحث بالقانون راهو لا يمكن تداوله قبل ما يتلى في جلسة عامة وقت اللي تعدى للدائرة الجنائية، وقرار في أنا ما طلعتش عليه. وفي 500 وهذا سفيان، ما خليني يا سفيان اقول لك حاجه في قضيه شكري بالعيد. يا سفيان وقت اللي تنعقد البلاتوات، يعني المحامين نتاع الضحايا يقولوا القاضي ماهوش محايد، ومحامين المتهمين يقولوا قاضي ماهوش محايد. القاضي ما نجمش يكون في الناحيتين منحاز لهذا الشق او لذلك الشق، اللي نحب نقوله انه راهو ضغط كبير على القضاء، وراهو معناتها ثم مبالغات توقع في تقييم الأداء القضائي. قضية بهذا الحجم مش سهل باش قاضي التحقيق يكتب أكل قرار ختم البحث تاع 500 صفحة. أنا شو نقول لك حاجة سفيان، اليوم شنو مصلحة القاضي وقت اللي قرار ختم البحث من الدقيقة الأولى رغم اللي هو مخالف للقانون تداوله كل الوسائل الإعلامية وتعطي فيه رأيها باش يظهر هو قائم بإخلالات كبيرة؟ هل أنه في هذا في مصلحته باش يرضي هو طرف ولا من يتدخل؟ لفايت شكون باش يخدم؟ مادام روضة ما عادش عندنا وقت، ما عادش مسكر عليه يا سفيان، فهمتني؟ مادام روضة إذا كان اليوم وساعات فما توقع شوية تزرد اليوم، إذا كان ما نمشيوش للقضاء احنا أثبتت التجربة اللي جين مثلا اللي وقعت مثلا تاع 9 أفريل او 4 ديسمبر ونوصلت يا سفيان ما عملت حتى شيء. لا بديل لها على القضاء، يزم تفهم وضعية القضاء. مدام روضة 10 ثواني باش يتولى المهام الشاقة اللي هي قائمة عليها اللي في جميع الأحوال. مدام روضة باش نقصوا علينا لونتين، وين وصلت الأزمة ما بين القضاة والمحامين بعد ما قابلت رئيس المجلس الوطني التأسيسي طوى نهارين في 10 ثواني؟ الله يخليك، يزمني أن قبل ما نفوا برنامج والله معناتها الأزمة بسرعة. انتهت معناتها إلى اجتماع، فهمت؟ اجتماع كان إيجابي جدا، صدر فيه يعني بيان مشترك، يعني هو كان بادرة كذلك بالوضعية الاحتقان هذه باش تخف، وعلى أساس معناتها خاصة أنه بالنسبة للمستقبل يلزم تتوجد لجان مشتركة ديسبونيبل تتحمل فيها الناس مسؤوليتها باش نطوقوا معناتها الخلافات وباش ما تكبرش وتوصل ان شاء الله الكلام نتاعكم الباهي في البيان 21 في القلوب مع انه وقت اللي توقع تجاوزات من نوع التوق توصل لحجم كبير القانون ينطبق على قاضي او على القانون. مدام روضه يعطيك الصحه على كل الله غالب، راني نحب نعطي الوقت مي بون تعرف التلفزه ان شاء الله الكلام اللي جاي في البيان نتاع المحامين اما يظن لي قمعت شويه جمالي والقضاه لا ديما كيك مشاور مره نتبادلوا الاراء على كل ان
شاء الله الكلام هذا نتاع البيان يكون في القلوب زاده نتاع المحامين والقضاة باش حقيقه الازمه دي توفى. يعطيك الصحه مدام روضة القرافي رئيس جمعيه قضاة المحامين حتى كان حصلت حاجه ما خلاف ما ان شاء الله. ما يدوم سفيان يعطيك الصحه. جمال يعطيك الصحه. نحن هكا نوصل لنهايه برنامجنا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في موعد جديد مع نفس التوقيت 7 غير 4 نتاع الليل.